أهلا بكم من جديد. فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية مناقصة لشركة نفط البحرين بابكو لتوفير أجهزة متنقلة آمنة في المناطق الخطرة وتطوير وتطبيق نظام التنبيه في حالات الطوارئ Intrinsically Safe. وتنافس على المناقصة شركتين للاتصالات، وتقدمت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بتلكو بأقل العطاءات بقيمة 332 ألف دينار. وتهدف المناقصة إلى تطوير وتطبيق نظام التنبيه في حالات الطوارئ بالتزامن مع الأجهزة المحمولة الآمنة لغرض الاستخدام اليومي. ونظام التنبيه هذا مهم لأعمال الشركة على جميع المستويات، وخاصة للموظفين للاستجابة لحالات الطوارئ، ويجب أن يقدم النظام جميع الوظائف المطلوبة بأقل قدر من التدخل البشري أثناء بث الرسائل، فضلا عن سهولة الاستخدام والمحافظة على قاعدة البيانات اليومية. بلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في بورصة البحرين لهذا الأسبوع 1,022,579 دينارا بحرينيا، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 4,041,803 أسهم ووحدة. أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 86 صفقة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. بلغت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة والمدرجة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 20,209,014 سهما ووحدة، وقد بلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة قيمة قدرها 5,112,895 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 427 صفقة. وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 30 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 10 أخرى، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات. أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة، وجاء في المركز الثاني مجموعة جي اف اتش المالية. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. قالت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية إن فريق تقرير الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي أعلن أن الكويت جاءت ولأول مرة ضمن قائمة العشرين دولة الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة أنشطة الأعمال 2020، وذلك من أصل 190 دولة يضمها المؤشر الذي سيصدر في تقرير الأعمال 2020 بنهاية أكتوبر المقبل. وأضافت الهيئة في بيان صحفي بصفتها رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت أن هذا المؤشر العالمي استند إلى 10 مكونات تمثل الأنشطة التجارية للمؤسسات. وأوضحت أن هذا الإعلان المبدئي قبل صدور التقرير قد بيّن أن الكويت عززت جهود تحسين بيئة الأعمال في إطار تحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها التنموية، مما يزيد من فعالية الدورة الاقتصادية ومن فرص العمل الحقيقية أمام القوى العاملة الوطنية. وأضافت هيئة الاستثمار أن أهمية تحسين وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 ينبثق من انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على جعل مناخ الاستثمار في الكويت أكثر جاذبية.
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف من دولة الكويت المحلل الاقتصادي الأستاذ علي العنزي. مساء الخير أستاذ، وفي البداية نبارك لدولة الكويت الشقيقة هذا الإنجاز الاقتصادي الدولي، ونود أن نعرف ماذا يعني دخول الكويت ضمن قائمة العشرين دولة الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. بالبداية أشكر لكم استضافتكم، ونقول لكم مشكورين أيضا على المباركة ولله الحمد. يعني ذلك للكويت أن تكون ضمن أفضل الدول في تحسين الأعمال خلال هذا العام. حقيقة أن هناك عمل جاد حقيقة، وهناك رغبة صادقة لتحقيق أيضا رؤية صاحب السمو لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري، وهي الرؤية التي انطلقت قبل ما يقارب 10 سنوات، والكويت تعمل بكل جد لتحسين وأيضا سهولة الأعمال، وكانت حقيقة قد طورت مجموعة من التشريعات أيضا التكنولوجيا لتكون في مصاف الدول التي تقوم على دائما على تحسين الأعمال لأيضا تنويع مصادر الدخل. بالتالي هو ماذا يمثل؟ يمثل الشيء الكثير، أننا نسير على خطى إن شاء الله ثابتة لتحقيق الأهداف، لتحقيق رؤية أيضا 2035 الكويت جديدة. نعم بإذن الله. بالحديث عن رؤية دولة الكويت الشقيقة، ما هي المرتكزات التي اعتمدت عليها الكويت لتحسين بيئة الأعمال ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني الكويتي في ظل وجود برنامج عمل حكومة وضع ذلك ضمن أولوية المتطلبات؟ لدى الكويت رؤية بتنويع مصادر الدخل، لدى الكويت رؤية بمشاركة القطاع الخاص، محاولة تخفيف الاعتماد على عوائد النفطية إلى الحد المقبول، خصوصا بعد تراجع الأسعار منذ عام 2014 إلى الآن. لذلك هناك أدوات تستطيع الكويت استعمالها لتحقيق هذه الأهداف، لجذب الأموال من المستثمر الأجنبي كهيئة استثمار، أيضا لدينا استثمار لدعم الاستثمار، كذلك لدينا وزارة التجارة دعم المستثمر أيضا المحلي، كيف تسهيل هذه الأعمال عبر عدة أمور. من أهم هذه الأمور التي انطلقت خلال الأعوام الماضية خصوصا وأيضا أصبحت أكثر نشاطا، يوجد لدينا الآن ما يسمى النافذة الواحدة، أي أن المبادر أو المستثمر يستطيع أن يذهب إلى نافذة واحدة، إلى جهة واحدة تحوي كل ما يحتاجه من متطلبات لتنفيذ المشروع. لدينا عدة جهات يجب أن يمر عليها المستثمر، فجمعت وزارة التربية هذه الجهات ضمن نافذة واحدة. أيضا لدينا لا شك يعني الآن تكنولوجيا، ويستطيع عبر التطبيقات الخاصة بوزارة التجارة أن يقوم بتنفيذ كثير من الأعمال دون الذهاب إلى هناك. أيضا لدى المستثمر الآن سهولة في الكهرباء من قبل البلدية، أيضا تساهل لتطبيق أيضا تسهيل الأعمال. لدينا أيضا منافسة، تسهيل المنافسة أو تشريعات المنافسة عبر الآن الجهاز المركزي لحماية المنافسة. إذا لدينا عدة أدوات قمنا الحمد لله بتفعيلها إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه ولله الحمد. نعم الحمد لله. من دولة الكويت كان معنا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي الأستاذ علي العنزي، شكرا جزيلا لك. تعتزم السعودية إصدار تأشيرات سياحية للمرة الأولى، ما يفتح أبواب المملكة أمام السياح بهدف تنويع اقتصادها المعتمد على النفط، وسيبدأ العمل بها اعتبارا من يوم السبت، وستنطلق حملة ترويجية لها من 14 مدينة كبرى حول العالم بينها لندن ونيويورك ودبي. وقال أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث إن فتح أبواب السعودية أمام السياح الأجانب هو لحظة تاريخية لبلادنا،
وتهدف رؤية 2020 التي طرحها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى وقف اعتماد الاقتصاد السعودي الأكبر في المنطقة العربية على النفط، وذلك عبر تنويع مصادره ومن بينها تعزيز السياحة. أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع أن القناة شهدت عبور سفينة الحاويات العملاقة MSC إيزابيلا، وهي ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم. وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن السفينة العملاقة عبرت في أول رحلة بحرية لها منذ تدشينها ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي للقناة الجديدة في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا. وأكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تحظى بمكانة رائدة في المجتمع الملاحي الدولي نظرا لموقعها الفريد الذي يجعلها الوجهة الأولى للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: في سابقة هي الأولى من نوعها، محكمة العدل الأوروبية تحتسب وقت الذهاب من وإلى العمل ضمن ساعات العمل. ضيقت حلقة العقوبات الأمريكية الخناقة على اقتصاد طهران الذي يحاول بمختلف الوسائل التنصل مع العقوبات المفروضة على البلاد منذ أغسطس 2018. وبسبب العقوبات تخطى مؤشر التضخم حاجز 40% في إيران وسط أعنف أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ ما يزيد على 40 عاما مضت. نشر مركز الإحصاء الإيراني الحكومي في آخر تقرير على موقعه الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت أن مؤشر التضخم بلغ 42.7% في سبتمبر الجاري، وتحمل سكان القرى الإيرانية أعباء زيادة مؤشر التضخم في الأسعار والخدمات بمعدل 47.4% مقارنة بسكان المدن الذين تحملوا تضخما بنسبة 41.9% بحسب التقرير. أعلنت حكومة إيمانويل ماكرون التي تريد إقناع الفرنسيين بأنها سمعت مطالبهم بعد أزمة حركة السترات الصفراء مشروع موازنة للعام 2020 لدعم القدرة الشرائية في أجواء من تباطؤ متوقع للنمو. وقال وزير الاقتصاد والمال برونو لومير في مؤتمر صحفي إن تقديم مشروع قانون المالية في مجلس الوزراء وذلك ضمن أزمة السترات الصفراء والقلق على الاقتصاد العالمي يدفعنا إلى اتخاذ قرارات تشجع الاستثمار والاستهلاك. وتنوي الحكومة حسب مشروع الموازنة خفض الضرائب على الفرنسيين بمقدار أكثر من 9 مليارات يورو. أضاف بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك أكثر من 100 مليار دولار في النظام المالي الأمريكي في استمرار لجهود البنك لتخفيف ضغوط التمويل قصير الأجل. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال فإن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ضخ نحو 110.1 مليار دولار في النظام المالي. وكان البنك الأمريكي أعلن أنه سيرفع الأموال التي سيقدمها لقروض الليلة الواحدة عبر اتفاقيات إعادة الشراء أو الريبو اليوم إلى 100 مليار دولار من 75 مليار دولار. قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن الاستثمارات في الغاز الطبيعي المسال تسجل مستوى قياسي قدره 50 مليار دولار في 2019، فيما تمثل كندا والولايات المتحدة المحركين الرئيسيين. وأضاف بيرول أن القطاع الصناعي هو أكبر محرك للغاز الطبيعي المسال في آسيا، إذ من المتوقع أن تتجاوز الصين اليابان كأكبر مستورد للوقود في 5 سنوات. وقال بيرول في المؤتمر السنوي لمنتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال في طوكيو
اخترق هذا العام 2019 بالفعل أعلى المستويات على الإطلاق. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أصدرت محكمة العدل الأوروبية قراراً يعتبر الوقت الذي يقضيه الفرد في بداية اليوم للذهاب إلى العمل وفي نهاية اليوم للعودة منه ضمن ساعات العمل الرسمية وفقاً للقانون ولحماية حقوق العامل. وأوضحت المحكمة أن العمال الذين لا يمتلكون مكاتب ثابتة يجب أن يتقاضوا أموالاً للوقت الذي يقضوه في رحلتهم إلى العمل والعودة منه. ومن المنتظر أن يفعل القرار ليشمل العديد من الوظائف داخل القارة الأوروبية وفقاً لقرار المحكمة.